واصلين حتى التسعة بتاع الصباح. كيما قلت لكم معنا عميد المحامين في المباشر سيد العميد حاتم زيو. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام، شكرا تفاعلك معنا اليوم. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا لك سيد العميد. اعلام صدر اذا يعلم عميد هيئة الهيئة الوطنية للمحامين كافة الزميلات وزملائنا جلسة المرافعة في قضية اغتيال الشهيد الأستاذ شكري بالعيد ستكون يوم الثلاثاء 6 فيفي 2024 بالمحكمة الابتدائية بتونس. اختيار الموعد للجلسة هذه اليوم حسب رأيك معناتها فيه معناتها الرمزية، اختاروا الموعد على الرمزية ولا إجراءات قانونية بشوية بشوية وصلت أنه تكون اليوم مرافعة نهار 6 فيفري؟ هو في الحقيقة إجراءات قانونية عادية، يعني جات يعني في الأخير جات المرافعة يوم 6 فيفري. على كل حال الرمزية هذه ربما نستغلها لتأكيد على وجوب إظهار الحقيقة الكاملة في اغتيال الشهيد شكري بالعيد اليوم بعد 11 سنة من يوم اغتياله. تاريخ هام، ولكن الأهم هو معرفة الحقيقة الكاملة في عملية الاغتيال، وليس فقط من تولى اغتيال الشهيد بل من دبر ومن خطط ومن ساعد ومن حتى حاول فيما بعض اخفاء العملية او اخفاء أدلة عملية الاغتيال. نحن نريد الحقيقة الكاملة والمحاكمة والعدالة الحقيقية حتى حقيقة تونس قاطبة تعرف الحقيقة الكاملة في عملية اغتيال بابانا في رمز من رموز تونس، في محامي بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين اللي هي قائمة بالحق الشخصي في هذا الملف وتعتبر نفسها متضررة كذلك من عملية الاغتيال علاوة على ورثة الشهيد وطبعا عائلته. مرة أخرى نؤكد على أهمية معرفة الحقيقة الكاملة في هذا الملف والمحاكمة والملاحقة لجميع من تورط في عملية اغتيال الشهيد الرمز الشهيد شكري بالعيد، اللي كما قلت أنت زاد كذلك اليوم الأهم أنه رغم عملية الاغتيال الجبانة فإنه أفكاره في العدالة وفي الحرية تتحقق وتستمر الفكرة مع الأجيال القادمة. وتونس اليوم مهم جدا أن نواصل فكرة الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، وأنه أهم حاجة خلال الحكم اليوم في هذا الملف حكم عادل وكامل وشامل نكون كرسنا فكرة من الأفكار الهامة للشعب التونسي ومعرفة الحقيقة الكاملة. واضح سيد العميد. اليوم تعرف يتفاعلوا معنا مستمعين، فما عباد في بالهم القضية مشات وفات لابخوف، قولك فما عباد هربوا المرة اللي فات من السجن عندهم علاقة بقضية اغتيال شكري بالعيد، معناتها وعباد في بالهم سيء، معناتها العباد كي تسأل يقولك القاوهم القتلة وتحاكموا، معناتها شنو ناس كيف فهمني، معناتها عبيت في بالك قضية وفات عند 11 سنة اليوم تقول لهم مرافعة، مرافعة ليش نقول؟ لا للأسف القضية اليوم أول حكم فيها، يعني بعد 11 سنة نفهم أنه ربما قضية هامة قضية اغتيال سياسي طول فيها الأبعاد و يعني ربما مش كما القضايا العادية ومعرفة الحقيقة ما تكونش بالطريقة سهلة كما بقية الملفات، لكن الحقيقة بعد عملية التحقيق والأبحاث مش الفائدة أن نعرف شكون مباشرة، هو معروف اللي تولى عملية الاغتيال نعرفوه الناس الكل، وتم حتى فيما بعد عند محاولة القبض عليه نتذكروا أنه تم قتل من طرف الأمن وقتها القاضي، لكن مش هذا الموضوع، الموضوع أهم من هذا وأشمل من هذا، هو من خطط ومن دبر ومن حرض، وذلك علاش استمرت عملية فك لغز هذا الملف سنوات، والدفاع وهيئة الدفاع عن قامت بدور هام علاوة على الدولة طبعا
وكل أجهزة الدولة، ولكن فما زاد كذلك ونحاول إخفاء الأدلة والحجج والإثباتات في هذا الملف، واليوم نحاول إن شاء الله نلقاه من المحكمة الجواب الشافي والكامل والحقيقة الكاملة في من تورط في هذا الملف، لأنه تذكروا كل أن الملف هذا حتى بعد فما عديد الملفات تفتحت زاد على ضوءه، واليوم إن شاء الله المحكمة عديد الأحكام التحضيرية كذلك تم إصدارها في هذا الملف إلى حين اليوم وصلنا لجلسة المرافعة. صحيح فما شكون هرب من السجن وتم وقع القبض عليه فيما بعد في برشا أيام معدودات، لكن الأهم من هذا أنه القضية استمرت سنوات حتى تم معناها استكمال جميع الإجراءات والأبحاث الكاملة، واليوم إن شاء الله يكون يوم مشروع تاريخي ويحضر فيه تكون محاكمة كاملة و محاكمة فيها عادلة فيها الدفاع للطرفين، لكن نجدد نقول أن الهيئة الوطنية للمحامين هي قائمة بالحق الشخصي وهي تعتبر نفسها متضررة، وفي كل الحالات فإنه تؤمن برسالة الدفاع وقدسية الدفاع وتؤمن بالمحاكمة العادلة، ونحب أن المتورط والمدافع فقط هو الذي يتم إدانته في المحاكمة، ويتم إدانة إن شاء الله كل تم إصدار الحكم العادل في شأن كل من ثبتت ضده الأدلة وثبتت أنه تولى كما قلت بأي طريقة وسيلة كانت المشاركة في هذه العملية الجبانة. سيد العميد، قدم المتهم اليوم مش يكون عندنا بعد يعني نقطة عالمية فيها فما عديد متهمين يعني في فتر مع عدد هام من متهمين تقريبا فوق 15 أكثر حتى ما لأنه يعني فما الموقوفين وغير الموقوفين، ولذا ما نحبش نعطي عدد رقم تو بعد في النقطة الإعلامية أن نقدموا جميع التفاصيل، لكن خلي اليوم الجلسة والمحاكمة قبل كل شيء ثم نطلع. فما حاجة تنجم تخلي أنه الجلسة اليوم التعرض لكل التفاصيل، فما حاجة نختب سؤال ذات تنجم تخلي أنه الجلسة اليوم تتأجل ولا تتعطل، ومثلا ما نعرفش كان يجي عدد كبير من المحامين كان الظروف ما تكونش نعرفش، فما حاجة تنجم تخلي الجلسة اليوم تتعطل ولا اليوم نجم نسمع حكم؟ كل لا تم أعداد معنا كل شيء، والمحكمة نفسها يعني قررت في الجلسة الخاصة أن تكون جلسة هذية جلسة المرافعة مش الهيئة الوطنية راهي اللي تقرر المحكمة والدائرة الجنائية هي اللي قررت أنه جلسة اليوم تكون جلسة المرافعة، وعلى كل حال تم تنفيذ الأحكام التحضيرية السابقة واليوم المرافعات، وإذا فما سبب هذا حسب التطور وحسب ما يدور في الجلسة يعني، والقرار دائما تعرف في الأخير للمحكمة والمحكمة هي اللي تصدر الحكم إثر الجلسة وإثر المرافعات، إذا استمرت المرافعات ربما تستمر الجلسة إلى انتهاء وختم المرافعات، ولكن مبدئيا صدق الخير اليوم مش تكون آخر جلسة وجلسة المرافعات. ومعناتها اليوم المحكمة تحكم كان ببساطة؟ ما قلت لك إن شاء الله حسب معناها المنتظر أن اليوم تحكم، لكن مش يمكن يستمر لآخر وقت في الليل، يمكن غير معناها هذا ما نجمش نجاوبك عليه. المحكمة هي اللي حسب تطورات الملف وحسب حتى حسب مجال الإجراءات المحكمة هي اللي تقرر يعني سير الجلسة وإدارة الجلسة، ورئيس الجلسة هو له القرار في هذا الشأن، ومبدئيا حسب اللي قلنا معناها هذه الدائرة قررت أنه جلسة هذه تكون جلسة ختامية جلسة المرافعة، ولكن كل شيء ممكن معناها حسب المرافعات تعرف ربما المحكمة ترى لها تصدر حكم تحضيري آخر، معناها كل شيء ممكن. على كل حال نحن مبدئيا اليوم هي بالنسبة لنا أنا أعتبر أنه اليوم جلسة كدفاع عن تعيمين حق شخصي، طبعا نعتبر أنه الجلسة آخر جلسة لجلسة مرافعة، وفيما بعد المحكمة عندما تنطلق الجلسة هي سيدة نفسها وهي من تقرر
واضح واضح. السيد العميد شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح. نذكر أهم شيء هو مرة أخرى معرفة الحقيقة الكاملة في هذا الملف ومعرفة من توفى وبكل طريقة وبكل وسيلة ومحاكمته وأن تكون العدالة هي سيدة الموقف للجميع. طبعا شكرا لك، يعطيك صحة سيد العميد على تفاعلك معنا اليوم الصباح، بالتوفيق ان شاء الله اليوم. اذا نذكروا في الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بالعيد اليوم، الجلسة الختامية وتصير المرافعات اليوم والمفروض قرار الحاكم والمحكمة المحكمة اليوم. تجد فاصل راجعين في برنامجكم اكسبريسو، معنا الشقيق الشهيد شكري بالعيد.